الله يعافيكي اختي ظريفه. الله يعافيكي. رايحه لعند زهره لتقرا لها. ليش؟ عم يقولوا انه مياس طائق عقله هالمره، مضي لنا يا هالشعر وعم يغني ويعزف على البزق. عم يغني وصوته بشع. ايه والله اذا غنى قدام العصافير وسمعوا صوته اكيد رح يطفشوا. حتى الديوك صاروا عم يصيحوا من اول الصبح لاخر الليل. اللي صار ياخذ البزق معه على الارض، قال انه بده يعلم الناس معنى الحياه من اغاني. ايه قال انه شاف حاله عشقان وشاعر بمنامه وكان عم يعزف البزق هو وقاعد على الغيوم. هالحكي معناته انه الزلمه جن على الاخر. ايه والله بس زعلت عليه. ليكي يمكن يكون مجنون بس طيب، ما في آغا غيره وزع أراضي على الفلاحين بدون مقابل. معك حق يا أختي، حتى أنه أدران يتحمل ظريفة النكدة. والله معك كنت حق. أنا كنت قتلت حالي من زمان كتير. عن جد معك حق. الله يعينه. ننسى أيام راحت، تعي ننسى يا قلبي، تعي ننسى أيام اللي راحوا وأيام العذاب المر، تعي ننسى أيام اللي راحوا. يا أخت ظريفة، يا أخت ظريفة، الحمد لله على السلامة يا أختي ظريفة، جبت لك رسالة من إحسان. حبيبي يا إحسان. تفضلي. أنا بضحي بروحي مشانه. شكرا يا مختار، الله يجبر بخاطرك. شو ما مل لسه؟ لا والله يا مختار، هو عن جد جن. هي وصلتي من عند الأخت زهرة، بلكي بتقدر تفيدنا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شو مشان الزرع بالأرض؟ شو عم يصير فيهن؟ إيه؟ عجبك شو عملتي؟ غبية، مالك شايف المطرب مطروب وعم يغني؟ هلا وقت حديثك؟ جبت لك مي من النبعة، يلا قوم اشرب، خد من ايدي، لازم نروح على الأرض. صحتين. رحمة يسر يهري. لا حول الله. لك صرعتنا مو حاسس انت؟ قلت لك تأخرنا على الأرض، ما عم تسمعني ظريفة. أنا على الأرض مو رايح، قضيت حياتي بالأرض، ما في غير ازرع واسقي. لا أنت ما ضل براسك عقل. شو مشان المحصول هلأ؟ شو البزق رح يطعميك ويشربك يعني؟ هلأ هذا همك أنت؟ ما فيك تشوف شي بالدنيا غير المصاري والأكل؟ في الموت كمان يا غافلت الموت، الموت بالله جد؟
إذا ما بتشيله من إيدك أنا قاتلتك. أوعك ترفعي صوتك فوق صوته، أحسن ما أضربك فيها. لك أنت وحدة طماعة، همك المصاري وبس. يا خسارة، ما رح قلك غير الله يشفيك لنشوف آخرتها معك. قربت رجعت حبيبي إحسان من الجيش، لنشوف شو رح يحكي معك بس يشوفك بهالمنظر. شو بدك يعني أعمل؟ شو عيب غني؟ غنياتي المعاجبتك عم داوي فيها القلوب المجروحة. يا الله دخيلك، خد روحي وخلصني منه، خد روحي وخلصني من هالرجال بقى يا ربي. بنتي قريلي هالرسالة، ما بقول غير الله ينتقم منك وياخدك. أولا سلاماتي للجميع، اشتقت لكم كلكم ومو مصدق أي ما تشوفكم. الله يكتب لك كل الخير يا ابني بكل خطوة بتخطيها. ألف حمد وشكر إلك يا ربي. بشكر ربي وبحمده إنه ما طلع بيشبه أبوه. كيف بده يشبهني؟ ليش خليتي عقل بالولد على قد ما بتضلي تعبي براسه؟ يلا كملي بنتي كملي. بتمنى ما تتضايقوا مني وتتفهموني كمان. رح أقلكن شي ما رح يعجبكن، وأنا بالمدينة. ايه كملي بنتي شو صار لك؟ عم يقول ايه كاتب إنه عشقان. أمانة؟ يا ربي حاسة رح تجيني الجلطة. أمي يا الله دخيلك. أمي يا الله دخيلك، أعطيني القوة والصبر يا الله. كنت بواحد صرت باثنين يا الله. مو هيك القصة أمي، هو حابب بنت وتزوجها ورح يجيبها معه بس يجي. يا الله. أمي أمي شبك أصحي. أمي أنت منيحة؟ ليكي تفضلي بنتي رسالة من خطيبك. شكراً عمي المختار. بأمان الله بنتي. من مين؟ من إحسان يا بابا. يمكن هيك الله كاتب لنا، بتمنى إنك تسامحيني، هيك أحسن إلي وإلك، بتمنى لك كل الخير وراحة البال. ألف الحمد والشكر إلك يا رب، شكراً إنك استجبت لدعائي، ما عاد بدي شي تاني هلأ بنوب. عم تسمعي حالك شو عم تحكي؟ حابب بنت من المدينة، رح يجيبها معه بس بده يجي من الجيش. كتير منيح، نفدتي لتصيري مرت ابن المجنون مياس والمعقدة ظريفة. كانت مو ظابطة لو نحن يلي قبلنا. ليش مفكرين إنه كنت بدي أخلص منهم؟ بقتله وما بخلي بنت تجي محلي. لك فكري بعقلك يا غبية، مياس كان غني وعنده أراضي بس قبل مو هلأ. شو الفرق بيننا وبينه بعد ما وزع أراضي على الفلاحين؟ ما أعطاهن سند ملكية، استنوا بس لأتزوج أحسان، رح روح رجعن وحدة وحدة بتشوفوا. مفكرة المجنون مياس رح يسمح لك؟ ما سمع لظريفة المعقدة بده يسمع لك إليك؟ رح خليه يسمع مني، أنا بعرف كيف أتعامل معه وخليه يسكت. وبعدين هو رجال ختيار، أول عن آخر رح يموت. بنتي يا ريت تحطي لي عقلك براسك وتفكري صح. رستم أغا طالب إيدك، أغا بالحي وغني كتير كمان. الزلمة مرتاح، فيك تعملي اللي بدك إياه، ما عنده لا أم ولا أب مجانين، ما في حدا يزعجك. الرجال عمره 60 سنة، من وين بده يكون عنده أب أو أم؟ أيوة يكون يعني هيك بيكون عمره أصغر ومناخد نحن الثروة. إيه بس لازم نقدر نحصل على شي شغلة من هذا المجنون مياس. إيه ضروري، خصوصا بعد اللي عمله ابنه، هلأ صار لنا عليهم حق غصب عنهم، لازم يعوضنا بأرض أو بمصاري على الأقل. ها هاتيا قومي نروح. ما تضلي هيك، ابكي بيني انك زعلانة. مياس مياس يا مياس، شو بدك؟ اللي ليش جاي عم تعيط مثل البقر؟ شو هذا يا مياس؟ هاي ورقة شو يعني؟ قصدي على المكتوب يا مياس، ابنك كاتب انه بده يجيب معه بنت من اسطنبول، شو يعني هذا الحكي؟ وهي ليش عم تبكي؟
كيف يعني ليش عم تبكي؟ شو نسيت انها خطيبة ابنك؟ اكيد بدها تبكي. ليلى امي بدها اياكي. بدي اياك تعمل اللي لازم ينعمل مياس. شو بدك يعني اعمل؟ بدك امنع الحب يعني؟ الحب هو الحب؟ مفكر انه في قوانين بالحب؟ شو بيقولوا العشاق؟ الانسان ما بيعرف حياة الا لما بيعشق. نحن شو بيفيدنا هذا الحكي يا مياس؟ ابنك زلنا ونزعلنا سمعتنا بالضيعة، ما حدا بياخد بنت خطيبة تاركة. او بتوفي بوعدك وبتاخد بنتي، او بدك تضطر انك تعوضني باي طريقة. رح اترك القرار لحضرة الاغا مياس. وانا قررت. ايه الحمد لله انه تبت والله هداني، تبت عن الخناق والمشاكل. الحمد لله الله رضيان علي، والا والله ما ضليتك واقف في ارضك، كنت اسدك نصين. يلا على البيت، ما عاد في عرس ولا الاغا حتى. إذا مفكر إنه القصة خلصت هون بتكون غلطان. أنا فرجيك. والله برافو عليك يا أحسان. والله برافو عليك يا أحسان. منيح ما أخذت هالبنت البلا أخلاق. الله يرضى عليك يا ابني. وكمان إذا تعلمت العزف على البزق، يا الله قدي رح كون مبسوط. اسمعي بنتي، إذا حطيتي إيدك بإيدي رح نخليها تندم على الساعة اللي إجت فيها. رح تطلع من هون ركض عم تقول رجعوني على اسطنبول. وهيك أخي ما رح يزعل؟ ما رح نخلي أخوك يعرف شو بدنا نعمل. بس يا أمي ظريفة، المشكلة مو بس إنه نخلص من البنت، كيف بدنا نخلي إحسان يبطل يحبها؟ بالأول حاجة تجعري، ما عم تسمعي شو عم قلك؟ رح نخليه يكرهها وما يطيق يطلع بخلقتها، وبس يشوفها كأنه شايف حية. فهمتي علي هلا؟ شايف قدي حلو هالطريق وهالشجر؟ أنا كتير مبسوطة أحسان، مو مصدقة أنه نحنا سوا هون. شجر وغنم وهوا نظيف ورواء، ومنطلع بكير منروح منركب خيل. رح نطلع صح؟ منطلع، بس مو كل يوم. وليش مو كل يوم؟ لأنه يعني هلأ شتوية والجو بارد كمان، وهلأ بيكون عم ينزل تلج 3 أمتار تقريباً. عن جد عم تحكي؟ ايه بس مو على طول. بتمر سنين ما بيوصل للمتر. مو مشكلة، ما في اي شيء بيهمني طول ما انت معي. منطلع مشاوير بالصيف، منروح على النهر والجبل ومنقطف ورد. نحنا شغلنا بالصيف بانا، منقضي الربيع عم نزرع الارض، وبالصيف منبلش حصاد وهالقصص، هيك ليجي الشتاء. شوفت عينك، حياة الضيعة مو مثل ما أنك مفكرة. يعني إن شاء الله ما تنصدمي كتير. مو مشكلة، مستعدة أتحمل كل شي كرمالك. بكفيني إنك تضل تحبني كل العمر. مطولين لنوصل؟ لا حبيبتي، شوي ومنوصل. شايفة هديك التلة؟ بعد ما نقطع التلة رح نمشي قد اللي مشيناه ومنوصل. بتعرف انه كتير متحمسة لأشوف امك؟ متأكدة انه هي لطيفة وطيبة ووشها بشوش مثل الملائكة. You've said you're
تفضل. ما حلو. كأنه زوجك صار مجنون على الآخرة. إنسان إنسان إيليان أزدر 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 أيرنجلخ منافق شي بيقرف سزدر سزدر نولسان جل دمش مأبلا أنا كمان كمان مأبلا أنا عاشق مرزاي قرر ديار بو إشتايد بو إشتايد لسا جود جود مياس اسمعوا اسمعوا على العزف بالريايل عاشق olmaz çaylaktan çaylaktan benim gibi su içmedi خلاص يا زلمه سرعتنا بصوتها يتمشينده عاشق olur oynaktan oynaktan ها هيك لكن يا طول بالك رو 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 شو كل هاد أحسان؟ معقول طلعوا أهل الضيعة كلهم ليستقبلونا؟ سمعت إنه أهل الضيعة طيبين بس ما توقعت لهالدرجة. أهلا وسهلا أهلين أخي أحسان. أهلا وسهلا فيك بالضيعة. كبران وصاير شاب؟ إيه؟ وما بدك تسلم علي؟ أهلا وسهلا. أهلين فيك. شايفين البنت شقرت؟ إيه هي اجت العروس ما شاء الله ما شاء الله شو حلو اي والله معك حلو والشاب طير عال من المدينه يلا يخليهم لبعض اي والله ما شاء الله والله حلوه الله يخليهم لبعض ليكي بابا واقف هنيك على اليسار اللي حامل بزق شو حلو ما قلت اللي بيعزف على البزق ما كان بيعزف قبل حتى ما كان يحبه شافه بمنامه اخي احسان ومن وقتها ما شاله من ايده وين امك هونيك اللي واقفة أول شيء يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا أهلا وسهلا يا هلا يا هلا أهلا وسهلا بالبطل اشتقت لك بابا ابني مرحبا أمي أهلا وسهلا يا بنتي كيفك أنا المطرب اشتقت لك كثير بكون أبو لأحسان اسمح لي بوس إيدك إن شاء الله أولادك بيبوسوا إيدك أختي أهلا وسهلا أخي يا عمي الحمد لله على سلامتك حبيبي اسمحي لي بوس إيدك يرضى عليكي والله وإجتنا بنت من المدينة أحلى عروس من المدينة كيفكن اليوم؟ يلا نروح أنت تعبانة يلا بشوفكن شفتوا قديش شايفة حالها؟ يا ريت لو كانت حلوة ما بعرف إحسان شو عاجبه فيها ليلى أحلى منها بكتير وأكيد أحسن منها بكل شي كمان عن جد حلوة كتير ليك بنتي راح تحب الجو هون كثير هدوء وبساطة ورواء أهلا وسهلا شكرا هاي اللي حكيت اللي عنها معلش ما تواخذي يا بنتي صعبة عليها صعب تشوف خطيبة اللي مستنيته من عمر بهالحالة ليش بحالته؟
شاف بنت وحبها وتزوجها، عيب يعني؟ ايه دافع لسه لقلك، مع هيك مو سهلة بعد الحب اللي حبته ياك لهالسنين. ما في داعي للحكي هلا، حتى البقرة اللي عنا حبت أكتر من مرة بحياتها. خير ما عملت ابني إحسان، لو سمعتها بس وهي عم تبكي، صوتها مثل صوت كلب محمود وهو عم يعوي. يلا بنتي تفضلي. بتشوفي قديش راح تحبي العيشة هون، بتصيري تاخدي البيضة بإيدك من تحت الجاجة. من اليوم وين بيكون إحسان بتكوني، عم تفهمي؟ حاضر أمي ظريف. واهتميلي بلبسك شوي كمان، البسي أحلى من هيك، تصرفي، ما بدو مين يقلك. حاضر أمي. شكلك رح تندمي كتير لأنك ما سمعتي كلمة أمك يا ست ليلى. بتشوفي كنت هالمرة لازم يكون عندها صبر أيوب، لسه هي أضرب من مياس المجنون. أوف، رجعت عيدي نفس الحكي، شو بدي بظريفة ومياس؟ كيف يعني شو بدك؟ مين مفكرة بده يهتم فيهم بس يمرضوا ويختيروا؟ مين مهتم؟ أنا شو بدي؟ قلتي لي شو بدك؟ هن ما عندهم حدا، ما حدا غيرك رح يهتم فيهم، وقتها فرجيني كيف رح تخلصي منهم. بتشوفي كيف رح أخلص منهم، بس ياكلوا الكف رح يقعدوا ما يفتحوا تمهم بحرف واحد. لنشوف مين رح ياكل الكف، هنن ولا انتي؟ الله وحده يلي بيعرف. رح تندمي انك ضيعتي رستم اغا من ايدك. اف تفضلي يا بنتي، إن شاء الله من هذا اليوم هذا البيت بيتك. ليكي كيف ما شلحت من رجلها، وإن شاء الله بتروحي منه على الجنة إن شاء الله. ما حلو مثل بيوت المدينة بس منيح. لا لا بالعكس حلو كتير. على كل حال إنه هذا البيت القليلة بيحميكي من البرد وبتقدري تنامي فيه وبيحافظ عليكي وبتحسي فيه بالراحة والأمان. مزبوط معك حق. طيب مرت عمي وين الحمام؟ شو عم تقولي؟ عم تسألك على الحمام، تعي فرجيكي وين. لوين أحسن؟ مو سألتي على الحمام؟ ايه ايه تعي. يلا نفوت لجوا. هون الحمام. معناها وين بتتحمموا انتو؟ رح فرجيكي جوا. امي امي. ايه. وين الدوش امي؟ لا قصدي الجرن. ليكو هونيك. هاد هو الدوش. منتحمى بالحظيرة بالشتوية، هنيك الجو أدفى. فهمت. تعي تعي بنتي عدي جنبي. ايه بابا شو الأخبار؟ لميتوا محصول السنة؟ ايه صح لميتوا شي؟ شو ما عرفت انه أبوك صار مطرب كبير؟ نسي كل الأرض والمحصول، رح يعفن المحصول وهو عم يستنى، بس تجي الشتوية رح ناكل ونعيش على الأغاني والحب. أكل أكل أكل، ما بتعرفي شي غير الأكل، ما بتعرفي شي اسمه راحة، راحة القلب. بس حط السفرة ما تاكل من الأكل الموجود، كل راحة القلب وخليها تنفعك. إيه لك أنت ما بتملي من نفس الحكي، ما ضروري كل شي عم أعمله ينفعك ويعجبك. يلا شفتوا كيف هيك بتعمل بشعرها وقديش شايفة حالها كأنه الله ما خلق غيرها. أصلا شعرها صبغة وأكيد مو لونه الطبيعي. أكيد يا حبيبتي، ومبينة أكبر منك كمان، لو كانت عايشة بالضيعة أكيد كانوا قالوا عنا عانس هلأ. لا وشفتي لي هالكعب اللي لابسته؟ خليها تبقى تفرجيني كعبة بس تنزل تشتغل بالأرض. عيب عيب،
مو عيب عليكم تحكوا على العالم من ورا ظهرهم؟ مين قال لك حابين نشوفها؟ شفنا منظرة. اي لا خرج تكون مرت احسان ولا كنت ظريفة؟ ليش بقى؟ البنت منيحة، بين انها اكابر ومرباية وبنت عالم وناس، وما في احلى منها بالضيعة. مفكرنا ما بنفهم بالجمال؟ ستي كمان تطلع حلوة بكل هالمكياج. والله انا مستغربة من احسان، في بيترك وحدة حلوة وجذابة مثلك وبياخد وحدة مثلها، الله يسامحه بس. تصطفلوا واحكوا شو ما بدكم. اي شو هالرجال هدول لك حتى اذا الشجرة حطت شوية مكياج بتاخد لهم عقلهم فورا. خليها تتحمل شمس الضيعة لشوف، لنشوف شو رح يفيد المكياج وقتها. هلا طولي بالك، بالاخير احسان رح يوعى على حاله، ما بتلاقيه غير اجى لعندك وترجاكي تسامحي. ايه بس ما بعرف اذا رح اقدر سامحه اصلا. ما تقولي هيك، ما في احلى من لما يندم الرجال ويرجع لعندك. منشوف خير ان شاء الله. تفضلوا العشاء صار جاهز. تعي يلا بابا. ها؟ شو قلت ابني؟ عم قلك تعال كل معنا. كلوا انتو صحة وهنا، أنا معني جوعان. كيف يعني مو جوعان؟ صار لك كم ساعة مو آكل؟ نفسي مسدودة، انت كل، شو بدك فيه؟ ماما كانت عم تمزح معك، لا تكون فكرتها جد؟ لا أبداً، ليش أفكر هيك؟ وبعدين يا ابني، الأكل نعمة من الله. معقول كون جوعان واسمع حكي الفاضي؟ ايه ما تحكي حكي ما إله داعي، هلأ بتمرض وبصير بدنا نقوم فيك. شو يعني؟ لا تكوني فكرتيني ما عم آكل لأنه خايف منك. بلا كتر حكي، قلتلكم ماني جوعان. مثل ما بدك. لو سمحت تعال كل كرمالي. طيب ما برضى زعلك. أنا جيت آكل كرمالك بس أنا ماني جوعان أبدا. ها بابا. شوفي شكله ما عجبك. لا مو هيك، طعمه غريب، أول مرة بأكل هيك شي. كل الشوربات عنا طعم تمرة وبتحرق. مو هيك القصة بنتي، بس هي ما بتعرف تعمل شوربة. لو أمي اللي عاملة الشوربة كنتي أكلتي أصابعك. أوه إحسان. إيه ماما. ابني بعرف ما صار لك شي واصل، بس ما فينا نقعد نتكتف، حالة الأرض صارت سيئة كتير. أكيد ولا يهمك، بكرة من الصبح منبلش. ما دقي حالك أبدا، وأنا رح ساعده كمان. شايفة ماما، هي صار عندك كنة قاعدة جنبك، شو ما بيلزمك قليلة. شكرا كتير بنتي، بس هالشغلة صعبة عليكي ما فيكي تعمليها، بدها عزم وقوة. مرت عمي لا يغرك شكلي، أنا قوية وبعجبك. ما بتخجلي أنتي؟ لك هيك حديث بينفتح من أول يوم؟ تركيهم براحتهم، خليهم يقضوا كم يوم مع بعض. لا مو مشكلة عمي، منقضيهم بس نخلص شغل بالأرض، مو هيك إحسان؟ أكيد رح طالعك، يعني إذا أنتي حابة تطلعي. ليك ابني اسمع هالكلمتين، المصاري بتجي، المهم الحب، كلنا رح نموت بالآخير. بس معلقتك مليانة مع أنك رح تموت. سمعان أمك، لازم تفهموا من المشاعر.
شو ما قدرت تنام انت كمان؟ عقد مو مبسوط، اشتقت للضيعة، للهواء وللمي وللأراضي، لكل شيء. انت ليش ما نمتي؟ والله يا ابني ما بعرف شو بدي قلك، تعرف اني بضحي بروحي مشانك. اكيد بعرف حبيبتي. ليك اسمعني، بما انك تزوجتها وجبتها اكيد بحطها على راسي، بس انت بتعرفها منيح يا ابني مين هي ومين بتكون عيلتها؟ لا تكون سمعتها مو منيحة. امي يعني معقول اتزوج وحدة ما بعرفها؟ شو عرفني ابني، بهالزمن ما عاد بينوثق بحدا، الشر يلي بالناس ما بيبين فورا. صدقيني ما في داعي تقلقي، بتشوفي بس تعرفيها منيح رح تحبيها. أنا بخاف عليك أنت يا ابني، ما بعرف كم يوم بقيلي بهالدنيا، بيكفي إن تصونك وتحافظ عليك، ما بدي غير هيك. إحسان، إحسان، يا إحسان، لك يا ابني. إحسان، 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 يا إحسان، لك إحسان، يا إحسان. شوفي مرت عمي، قلي لي صاير شي؟ لا، من وين جايبة هالتياب؟ قلي لي ليش فايقة أنت؟ شو ليش؟ لأنه صار الصبح. هلأ صار الصبح؟ روحي غلي الحليب وأنا رح روح وأعطي الغنمات للراعي. حاضر مرت عمي. ديري بالك ما تكبيها. طيب ماشي. وروحي فيقي لي إحسان فورا. ماشي مرت عمي. إحسان، إحسان، إحسان. شوفي أمك عم تقول صار الصبح. أوف، تأخر الوقت كتير. شو هاد اللي هون؟ هاد إحسان، والله مالي بالعادة بس كأني عملتها بدون ما أحس، ما بعرف كيف صار هيك وأنا صغيرة ما عملتها. صار اللي صار حبيبتي، خلينا ننظف التخت قبل ما يشوفه. نسيت الحليب بيكون فار. إحسان، إحسان تعال شوف الحليب. ما بعرف كيف غلى وفار بسرعة. ليه حضرتك وين كنتي؟ تركته مش هروح فيه إحسان. إيه هيك بيصير، بس تترك الحليب وتروحي تلتهي. هاجر، كل يوم بدنا نفيق هيك من صلاة الصباح؟ كان لازم نكون برا البيت من وقت الأذان، بس أمي ما حكت شي لأنك ضيفة. شو صار؟ كبيتي الحليب؟ كان فاير لما إجيت. أنا ما عرفت شو بدي أعمل. شو اللي ما عرفتي؟ آه؟ ما بتعرفي إنه بيفور؟ شوفي أمي. ولا شي حبيبي، العروس فورت الحليب، عم نتناقش بالموضوع. تركته وإجيت مشان فيقك، عم فار وأنا عم فيقك. طيب، إيه وشوفي إذا فار يعني؟ أكيد حبيبي، مو مشكلة، بس خفت عليها تحترق. صباح المش تبايشة قشيور،
kim işiyor? Yorgun düşüyor. Bilmiyorlar didinende göçüyor. Mirza mana şerbetini içiyor. İnşallah binkafa hassak. İçiyor, içiyor. تعرف أني حبيت أبوك كتير؟ كتير مزوي أو لطيف. يمكن تصرفاته غريبة بس طيب. وماما ما حبيتيها؟ بلا حبيتها، بس بصراحة حسيت هي اللي ما حبتني. شو هالحكي حبيبتي؟ أنت بس هيك مفكرة؟ لا يا أختي أبداً، هاي بعمرها ما خرجت تكون عروس. سألتني إذا بدنا نفيق على أذان الصبح كل يوم. أكيد، لأنه حضرتها متعودة بالمدينة ما تفيق قبل الظهر. تماماً. الصبح تغلي الحليب، وقلت لها انتبهي ما يفور. وإجيت وشفت هديك الشوفة، ما كان ضالل من الحليب إلا كاسية واحدة. تعرفي لو أنا كنت محلك كنت قلعتها من البيت فوراً، وما عاد خليتها تدوس عتبات بيتي بحياتها. إيه القصة مو واقفة هون، وإلا كنت قلعتها. المشكلة عند ابني الغبي المعمي على قلبه على الآخر، مو شايف شي غيره. ليك وتطلعوا عليه، رح يقعد بحضنا إلا شوي، بس بسيطة. صباح الخير، كيفكن؟ صباح النور يا قمر. شو هالوشي حلو ما شاء الله. روحي مري من قدامن مشان يشوف إحسان شو مروح من إيده. إحسان لسه كتير رح نمشي. شو تعبتي؟ عادي مو مشكلة، ما تعبت كتير، ضل شوي ورح نوصل. صباح الخير. أهلين. يعطيكم العافية. وإنتي كمان. هالبنت حبابة وحلوة، الله يحميها لأهلها. ما بعرف هي كيف بدها تشتغل بالأرض بهالخصر اللي مثل العصاية، رح تموت من التعب بأرضها. معلش خليها تموت، شو بدها تاكل بدون ما تتعب؟ خلينا نشوف شطارتها، بس شاطرة تضحك على هالشاب المسكين وتلزق فيه. شو صار لك يا عروس؟ كأنك تعبتي. والله كان معك حق، الشغل صعب أكتر من ما توقعت. هذا أسهل شي بالشغل يا عروس، لسه في نقل المحصول ودمج المحصول وفي المطحنة. بفهم إنك مانك متعودة على هالحياة. إذا بدك قعدي تحت الشجرة وارتاحي. لا حبيبي مو لهالدرجة. ما عم أفهم ليش عم تتعبي حالك هالقد؟ لازم اتعود إحسان، كيف بدي أقعد وأمك بهالعمر بدها تشتغل كل هالشغل؟ مو ظابطة يعني. اعملي المسا شوربة بطيبة وتعالي. حاضر أمي ظريفة. شو شايفتها من أول يوم صارت مثل الأموات؟ هاي أفضل حالاتها، رح خليها تدور على ثقب لتهرب منه. أوه. حاسس حالي رح موت من الجوع. يلا بسم الله. بسم الله. أمي شو هاد؟ مو معقول شو مالحة؟ عن جد مالحة معقول؟ العروس عملتها يا ابني، قال على طريقة المدينة. بس كيف صار هيك؟ حطيت بس نص معلقة ملح. مستحيل تكون هاي بس نص معلقة، هدول عشرة. ما في شي تاني أمي؟ لا والله يا ابني. ابني حميد ربك على هالنعمة،
كول من الموجود يا ابني. اهلا وسهلا ليلى. كيفك هاجر؟ تمام. يسلم ايديك يا بنتي، كثير طيبه هالشوربه. اوه اهلين وسهلين بنتي ليلى، تفضلي. لا امي ظريفه ما فيني، امي عم تستناني، بس عملت هالشوربه واشتهيتكم فيها. شكرا يا بنتي، يسلم ايديكي. صحة وهنا امي ظريفة. سلميلي على امك كتير. على راسي. يلا كلوا. اوه بانا بانا قومي بسرعة ننظف التخت. ليش؟ لأنك رجعتي عملتيها. بانا 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 شبيك شو صار لك بانا؟ إحسان شو صار لي؟ غبتي عن الوعي، قومي خليني شربك شوية مي. كم يوم لسه بدنا نشتغل بالأرض؟ مفروض لسه 15 يوم. أوف. شو خلصتوا؟ ايه لكان. طيب يعني اذا ما خلصتوا شغل اليوم ما عندي شي بكره بساعدكم. شكرا. انا بالخدمه. احسان انت ما عاد بدك يعني مو هيك؟ ليش هيك عم تحكي؟ حاسستك ما عدت معي مثل قبل، ما عم بتحبني. انا حاسه بهالشي، ما فيك تكذب علي بإحساسك. بعمل أي شيء مشانك إحسان وبتحمل كل الصعوبات، بس حس بطلت تحبني أو ما عاد مرغوب فيني ما بتحمل هالشي. ما بعرف من وين جبتي هالأفكار بس كلها غلط. ما في شيء من هالحكي، لساتني مثل قبل، هذا أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو ان شاء الله خلصتوا شغلكم؟ خلصنا الحمد لله. يعطيكم الف عافيه. شكرا. شو طمنينا يا عروس، ان شاء الله مبسوطه عنا؟ ايه الحمد لله. طيب ولساتك عم تفوري لها الحليب للست ظريفه؟ احيانا مو على طول. سمعت انه ما عم تتحمل الشغل بالارض وعم تتعب كثير، ندمتي انك اجيت من المدينه على الضيعه؟ لا ليش لأندم؟ عادي اسألك هالسؤال، مو صعب عليك حياة الضيعة بعد ما تعودتي على الحياة المدينة؟ عم أعمل كل جهدي لأتعود على الحياة هون. صار لازم نروح. الله معكم. شبه إحسان بالله، شو أخبار الشاعر العشقان؟ صار له فترة منيحة ما عم يبين.
شو بده يعمل؟ تعرف الوضع؟ وقول له لصاحبك يطلع ما يضل بالبيت أحسن له، مو أساس بده يوصل رسالة ويغني بصوته، خليه يجرب بركي بيفيدنا. أخي إسماعيل، شو رأيك تغني عن عروس المدينة؟ إيه يلا رح نغني. يلا نسمع. أختي ظريفة، تعي أختي تعي تفضلي، تعي إسماعيل بدي غني لعروس المدينة. إيه قول عم إسمعك. Burçak tarlasında aklım şaşırdım. Aman da kızlar ne zormuş burçak olmaz. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme fesini yar yar yukarıda giderim. Evini başına yar yar yukarıda giderim. Eğdirme fesini yar yar. جدو مياس، جدو مياس، الشاعر اسماعيل عم يحكي عروس المدينة. شو هالحكي؟ ايه بس فهم علي يا جدي، يعني عم يحكي عليها بغنية. شو هالكلام هاد؟ صباتا قلبتم دا Ezan sesi var, ezan sesi değil, yar yar burçak yası var. Soru şu adamın kaç tarlası var? Aman da kızlar ne zormuş burçak olması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme feseni yar yar çeker giderim. Evini başına yar yar yukarıda giderim. İşte bak belleş rah belleş. Elimi salladım değdi dikene. İntizar eyledim yar yar burçak ekene. İntizar eyledim yar yar burçak ekene. İlahi kaynana ömrün tükene. Aman da kızlar ne zormuş burçak olması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme fesini yar yar çeker giderim. Evini başına yar yar yukarıda giderim. Serdalandım göçtüm gurbet ellere. İlk günde sürüldüm. Ey belleş şelif ey. Çektiğim eziyet sığmaz düşlere. Amanında dostlar ne zor imiş kıymet bilmezlik. Amanında dostlar ne zor imiş kıymet bilmezlik. Ney 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 ney. Bu ne yaman aymazlıktır, bu ne görmezlik. Kapılmış da gidiyor fani de işlere. Mevlam akıl fikir versin aklı da işlere. Puh, Sibi Hazel. Aklı da işlere. Saza da başladın, oldun maskara. Korkarım halini Mirza, bulunmaz çare. Korkarım haline Mirza, bulunmaz çare. Çalıp söyledin, etmez beş para. Aman da dostlar haksız mıyım söylediğimden. Aman da dostlar haksız mıyım söylediğimden. Mirza çok yanlış var senin bu işte. Abuk subuk işler yapıp
durdun geçmişte. Abuk subuk işler yapıp durdun geçmişte. Keçilerimi kaçırdın hepten yetmişte. طولوا بالكم يا شباب. إذا كنت عن جد شاعر بترد بالبزق مو بالعياط. أنا راح أرد بالبزق. يا لطيف يا شباب. يا شباب لك شو اللي عملته انت؟ لقوني لقوني هلا. لك شو هاد؟ شو عملتي انتي؟ حتى بقرة ما بتعرفي تحلبي. كل الحليب انكب على الأرض. مو أنا كبيته البقرة مدري شو صار له. ليش لما أنا بحلبها ما بيصير له شي؟ ما بعرف، يمكن لسه ما تعودت علي. يا ريت لو حلبتيها انتي. عم تعملي هيك قصداً يعني؟ شو اللي بدي أعمله قصداً؟ ما تعملي لي حالك غشيمة ها؟ كبيتي الحليب قصداً مشان ما عاد تيجي لهون. بالعكس مرت عمي، أنا مبسوطة باللي عم أعمله. رح تشتغلي هالشغل إن كنتي مبسوطة ولا لا، وإذا صعب عليكي روحي لمي كل أغراضك وارجعي محل ما إجيتي. روحت إيدي، هذا خشب بلوط. يا ريت لو كان اسمك من هيك. تعال ساعدني بدل ما انك قاعد عم تفرج علي. بابا ما تزعل بس كأنه طولت الشغلة. اذا بتساعدني مخلص بسرعة. يلا اشتغل. انا ما قصدي على تصليحه، قصدي على عجقة الشعر والغنى. ولا إذا ما بتعتذر هلأ رح أقص لسانك. كيف بتقول على قضية حياتي عجقة؟ تمام بابا خلص أنا آسف. هالحاكي بيطلع منك أنت؟ فكرتك صرت بتفهم بعد ما اخترت طريق الحب. طلعت مثل أمك وأختك وخليت البنت اللي مثل الوردة تيبس وتدبل. شو عملنا بابا؟ لسه في أكتر من هيك؟ اللي عملته بالبنت حرام تعمله بحيوان. من أول يوم أخذت البنت على الأرض وما اكتفيت، قمت أخذتها على الحظيرة. شو يعني؟ كل بنات الضيعة بيشتغلوا هالشغل؟ ايه؟ عن جد انت غبي. بكرة رح تندم، رح تندم. خلص شيل ايدك، ما بدي اياك تساعدني. ما طبيعي. ايه والله. أنا رايحة نام إذا بتسمحوا لي. ما بدك تاكلي؟ ما إلي نفس. نامي بنتي نامي وأنا بدي نام. معلش لا تزعلي منهم، عقلهم بياخد وبيعطي. ما خبرتك العينتين شو عملت؟ لا ما قالت شي. شو عملت؟ بعد ما تعبى سطل الحليب كبته على الأرض. رجعت كبته؟ أكيد رح تكبه. ليش لسه فيها قوة لتضل واقفة؟ ايرو أنت ما حكينا عليها شي، هي غبية شوي. شو نعمل؟ مضطرين نتحملها. إن شاء الله انقطعت أصبعتك. إن شاء الله أنتي. ليش عم تبكي؟ ما انا عم ابكي. ما
قولي لي شو صاير؟ في شي زعجك؟ شو ما عملت أمك ما رح تحبني. أمك كتير بتكرهني. أمي بتكرهك؟ قال أنا كبيتهم قصدن مشان ما عاد روح الحظيرة. معقول أنا أعمل هيك؟ لا أكيد ما رح تعملي هيك. أمي قالت لك هيك؟ وقالت لي إذا ما عاد أتحمل لم أغراضي وروح من هون. لا حبيبتي أكيد مو قصدن، بتكون عم تمزح معك. خلينا ننام هلأ، بكرة منحكي. إحسان! إحسان! قوم ابني رح يصير الظهر! إحسان! لك إحسان! إحسان! فيق لك ابني! يلا أمي أمنا! بانا وبعدين مع هالحالة مو معقول كل يوم والتاني وبتقلي مالي بالعادة كيف لو كانت عادة خير ابني شو في من الصبح؟ ما في شيء امي احسان ابني انا حاطه بقلبي وساكته مشان ما تزعل بس حاسه رح طق اذا ما حكيت اللي بقلبي ما رح يجينا منا خير يا ابني ما انا مره مناسبه الك ولا حتى إلنا امي معلش نحكي بعدين كل شيء عم تعمله قصدا حتى كبت الحليب عن قصد وعم تعمل أكل مطيب عن قصد مشان ما نطلب منا شي خلاص اتركها لك ابني هالمخلوق خسارتها ربح صدقني لساتها ليلى بدها اياك يا إحسان بنت بتجنن مثل الوردة مو ناقصة شي الله يخليكي منحكي بالموضوع بعدين أكيد مشغول بالك بهالأيام يا عروس بتكون اشتقتي لإسطنبول صح؟ أي أكيد بدها تشتقلا حتى المي بالمدينة بتنزل من قلب البيت حدا بيعيش بالمدينة وبيجي بيعيش هالعيشة إيه بتعرفي لو أني كنت بمحلك ما بقدر أتحمل هون ولا يوم واحد يعطيكم العافية أهلين الله يعطيك العافية حيدر بالبيت اختي؟ لا راح النواعير انا من طرف رستم اغا من ضيعه قريبه عليكم عن جد؟ يا اهلا وسهلا فيك سمعنا انه خطيبه لبنتك زوج بنت من المدينه وجابها لهون ايه مزبوط بس بصراحه نحن ما عاد بدنا اياهم الاغا بيسلم عليكم وقال انه هو ما عنده مشكله وبيقلكم فكروا وردوا له خبر بس ما تتاخروا تمام ابني فكروا منيح اختي هيك فرصه ما بتجي للبني ادم الا مره بالعمر
كيف عملت فيني هيك؟ كيف نسيت كل وعودك معي؟ كل هاد كان بالماضي ليلى، لازم ننساه. انت انسى احسان، بس انا ما فيني انسى، رح ضل حبك لاخر عمري يا اناني. اخ ظهري. عمي شو صار لك؟ ظهري ظهري كثير عم يوجعني. طيب طيب ما يرتاحي. اخ اخ طيب. اخ يا ظهري. اخ اخ ظهري. اخ اخ بنتي لازم اعمل الخبز، ما في خبز بالبيت. انا بعملهم مرت عمي. ليش بتعرفي تعمليه؟ ايه رح اعمله، رح اقوم اجيب لك مخده. آخ آخ آخ. حطيها تحتك. آي عادي عادي. حطيها. يا ظهري يا ظهري. آخ 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 آخ. رستم آغا بعث لنا خبر، قال إنه رضيان ياخدك بعد اللي صار. الله يخليكي ما تبلشي. فكري بعقلك يا غبية، لك هذا رستم آغا أغنى حدا بالمنطقة، أما مياس كان آغا بالماضي ووزع كل أراضي على الفلاحين. الأراضي لساتهم ملك مياس، يعني لأحسان، بس ادعيلي نتزوج وشوفي كيف رح رجعون. انتي عملتي؟ ما تقلي انه مالح. مالح وكثير كمان. اللي ما بيعرف بيقول ما بعرف. ايه سكوت يا ولد، هذا اللي بتقدر عليه شو تعمل؟ عجبك اللي عملته يا غبي؟ ولك الواحد بياكل الجاج الني مشان هيك بنت. رح تموتوه للبنت على قد ما بتزعلوها، بكرة رح تندموا. يا الله دخيلك، شو عم تعملي؟ بدي أخذها على الحظيرة بس ما عم تتحرك. ليش هي قلنا؟ غبية؟ معقول كل هالوقت ما حفظتي شكل بقرتنا؟ Giderken ayağıma çöp battı, çöp battı. Çıkarana kadar gün battı, gün battı, gün battı. Hey hey, hey hey, gün battı. Ammi,
لو سمحت فيك توصلني على المدينة؟ ما فهمت عليكي. أنا بدي روح عمي، ما عاد فيني أتحمل ابنه. شو ما عملت مرت عمي ظريفة ما رح تحبني، وأحسان لا بيحبني ولا بده يعني. قررت أرجع على اسطنبول عمي، هيك بيكون أحسن إلنا كلياتنا. شايفين شو عملتوا بالبنت يا مغفلين يا أغبياء؟ بتشوفوا كيف الندم رح ياكلكن أكل. حدا في عقل بيضيع من إيده هيك وحدة؟ هالمسكين اللي ظلمتوها رح تاخد حقها بيوم الأيام. يلا نمشي بنتي، عملتي اللي عليكي وزيادة، منيح تحملتي لهلأ. راحت أخيرا البنت. ما عم صدق إنها راحت. هاتي البشارة بنتي، وأخيراً قلعنا بنت المدينة المتحضرة. يلا لكان لازم تبلش تجهزي حالك، ورح تصيري عروستنا عن قريب. عملت شوية لبن لحتى نشربه بارد ونروق ونهدي أعصابنا. إيه يا منيرة، شو رأيك إمتى رح نعمل العرس؟ مثل ما بدكن انتو. برأيي خلونا نعمله قبل ما تبلش الشتوية. خلونا نفكر بالموضوع منشوف. رح نمشي هلأ لكان. الله معكن. وانتي من يوم ورايح زبطي حالك وشعرك، وإلا ما رح تفرقي شي عن عروس المدينة. حاضر أمي ظريفة. يلا بخاطركم يا جماعة، مع السلامة. نسيت سطل اللبن، روحي انتي رح جيبه وإلحقك. شو شايفتها فورا أخذت دور حماتك؟ حبيبتي ما رح تطولي لتندمي إنك ما سمعتي كلام أمك. بكرة بتشوفي، بس تشمي ريحة تم ظريفة البشعة وقتها بتبلشي تفهمي. فكرتيني مثل هي الغبية تبع المدينة؟ أنا بخرسها إذا حكتني. قلتي لي بتخرسيها لكان، أي منشوف. ما تعذبت كل هالعذاب لأتحمل نقة. أنا لو علي ببيع كل الأراضي وبروح هالمدينة فوراً، ما راح تلحق تشوفني حتى. يا بنت دعي لهون. أمي ظريفة. شبك طولي بعجيكي. خلص اتركي البنت. لك عم أهلك. لكان ظريفة اتركيني. يا بلا أصلي يا بنت الرائع. أنا وحدة غبية. قديش طلعتي غبية يا ظريفة؟ ما فيني عقل بالمرة. لا والله. ايه وبعدين اخدوها وراحوا. احسان بسرعة جيب احسان وعرباية بسرعة. شوفي بدنا نروح على المدينة. نروح على المدينة ليش؟ بدنا نروح نرجع عروستنا اذا رضيت ترجع. ليش امي؟ شو صار؟ امبارح قلتي لي اتركها. كان عقلي مو معي يا ابني، هلأ رجع لي. عرفت انه الاخلاق ما دخل بضيعة او مدينة. امي انا ما عاد بدي اياها وهي راحت، شو بعمل لها؟ عم قلك بسرعة ساوي مثل ما عم قلك. يلا خلصني. اسطنبول 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 اسطنبول، يلا اسطنبول، يلا اسطنبول، يلا تفضلوا اطلعوا، يلا اسطنبول. الله يوفقك يا عم. اسطنبول ويوفقك ويرضى عليك. يلا يا شباب اسطنبول. بانا بانا. مو هدول هن الاغبياء؟ ايه هدول هن. طيب عمي انا رح امشي.
بانا بانا يا بنتي، معك حق تبزقي بوشي حتى. اسمعيني، رح اعترف بكل شيء قدام زوجي. انا اللي عملت كل شيء يا بنتي. شو؟ انا اللي كترت الملح بالاكل، وانا اللي كبيت المي على التخت. انا اجيت هلا وندمانه وبدي رجعك اذا بتقبلي. انا اسفه، كنت وحده غبيه، سامحينا. حدا ضربك بحجر على راسك؟ شو مانك سمعاني حالك شو عم تحكي؟ صدقيني من اليوم ورايح يا بنتي رح كون مثل امي. بترجاكي حبيبتي، رجعي معنا. انا غلطت، سامحيني امانه. يلا يا بنتي الحلوه، فرجيني طيبتك لاخر مره وسامحيني ورجعي معنا. يلا يا بنتي، عروستي الحلوه، حبيبتي يا بنتي. الله كبير، شو فينا نقول نحنا؟ صباحاً كفتم دا أزان سيسي بار، أزان دا سيسي ديل يار يار بوچاك ياسي بار، أزان دا سيسي ديل يار يار بوچاك ياسي بار. Sorun şu adamın kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zormuş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme nefesini yar yar kaharda gider. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.